يلا كله يجمع ميعاد غسيل الوش الشهري، كله يجمع. الدور الدور كله يقف في الدور. ايوه الدور كله يقف في الدور لحد ما مفيش غسيل وش. كله يقف في الدور في الدور. يوم اخيرا اخيرا هغسل وشي بعد شهر من التقشف والعفن. طب يلا بقى يلا المسوق ورا وبعدين عادل عادل. انا عشان وشي قرب يشقق. انت بالذات مالكيش غسيل وش الشهر ده. ليه يا هانم؟ ناسي ان انت من اسبوعين نزلت في الشارع والدنيا كانت بتمطر شويه صغيرين وخدت المطر على وشي. خلاص اعمل لك ايه؟ يلا اللي بعده اللي بعده. جاهزه يا رانيا؟ يلا بس هدوء رانيا. شويه يا دول بقى. ها يلا اللي بعده اللي بعده. يلا يا نجله. ها يلا 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 يا ماما. كمان. لا يا ماما معلش. طيب معلش مفيش اسم. انا حمدتوكا. ها حمدتوكي؟ لا طبعا. الله. ها لا خلاص خلاص. يو بقى يا مره واحده مره واحده. يلا لا لا انا قلت لك. انا بصي في رشه واحده هرشها لفوق، اللي هياخدها يبقى ده نصيبه. اوكي ماشي. يلا جاهزين؟